بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المفدى وبدعم من الحكومة الموقرة، نفذت مملكة البحرين حزمة من الإجراءات والتدابير لدعم المواطنين وتحفيز الاقتصاد الوطني بالتزامن مع جائحة كورونا العالمية، حيث أثبتت المملكة ريادتها وأسبقيتها وحرصها الدائم على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكافة أفراد المجتمع. في إطار الحرص الدائم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وموازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف من تداعيات الظروف المالية والاقتصادية الاستثنائية والمصاحبة لجائحة فيروس كورونا على الصعيد العالمي. أثبتت مملكة البحرين ريادتها وأسبقيتها وحرصها الدائم على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل الظروف الراهنة. وبفضل التوجيهات الملكية السامية، نفذت المملكة حزمة من الإجراءات والتدابير لدعم المواطنين وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتمثل هذه الإجراءات والتسهيلات المالية تدعيما لجهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد في مكافحة كورونا، واستمرارا لحزمة المساعدات المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها في مارس الماضي. كما واصلت الحكومة تدابيرها لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، والتي جاءت ترجمة لعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من منطلق دورها الإنساني والحضاري في تنمية المشاريع الاجتماعية والخيرية. وبفضل النهج الإنساني لجلالة الملك المفدى، فإن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية وإجراءاتها الاحترازية لتمثل نموذجا عالميا يحتذى به في تعزيز المحافظة على الصحة والسلامة العامة وتحسين المستوى المعيشي لكافة أبناء المجتمع.